Let's dubstep. يا سلام. حاجة بسيطة كده. ده أكيد تدريب ويعني أنا بقالي 8 سنين بلعب بيت بوكس. لا والله. اه والله. 8 سنين وكل شوية بتطور. يعني بشوف بقى فيديوهات، أنا بحب أصلاً أقلد الميوزك يعني عامة، بحب أسمع الحاجة وأعملها. بس. إيه رأيك أنا عايز. لو فكرت أعمل زيه كده لازم مفيش حد قاعد قدامي. على فكرة أنا ممكن أعلمك. ممكن أعلمك طبعاً بيت بوكس. في بقى إيه؟ على فكرة حروفه صعبة يعني، سهلة بس صعبة. لا يا صعبة جدا يا جماعة. كم من ثلاث حروف بس عمت؟ ثلاث حروف. البي والتي والاس والكي. دي اللي هي البي. تي والاس. كي. اهو. اديني القلم يا حسين. يلا بقى الفيديو الجاي مع بعض. يلا الجاي مع بعضين.